شكرا. دكتور صالح الطحان، مدير مستشفى الفرافرة العام. يا دكتور صالح اهلا بيك. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور صالح. شوف يا استاذ وائل، كل الكلام اللي الاهالي بيتكلموا كل ده كان افتراء وكذب. الحاله جت لنا، انا عندي نايب نسا ما يقدرش، يعني هو شاف الحاله وشخصها وقال لي الحاله دي ولاده 36 اسبوع، يعني حتى اذا ولدت هنا هتحتاج حضانه. قلت له يا محمد، هو اسمه محمد شرف، قلت له انت اتصرف يا محمد زي ما انت عايز. قال لي دي هحولها. جبنا الاسعاف، اتصلنا بالاسعاف، فالاسعاف جه. يا ابني، يا حاج اركب الاسعاف انت وبنتك، لان كان في حاله تانية كانت فيه نوبه طفل عندها ايبيليبتيك فيت، نوبه صرع. فقلت الحالتين دول في الاسعاف بسرعه. الاسعاف ما تاخرش، الاسعاف جه على طول. ما هو الاسعاف يعني ما فيش فيه هيطلع، ما فيش فيه ممرض ولا طبيب. بس يا استاذ وائل، وعايز تمضيه انت، عايز تمضيه على تعهد بمسؤوليته. ولا اسمع، ولا همضيه على تعهد ولا حاجه. الدكتور محمد شاف الحاله وقال لي دي مش في ليبر، يعني مش في ولاده، يعني قدامها اقل حاجه مثلا مثلا 10 ساعات او 12 ساعه. قلت له يعني يا محمد؟ قال لي اه. قال لي تمشي وما فيش مشاكل خالص. يا عم الحاج ما تضيعش وقتك يا عم. يقول لي لا، لازم دكتور يطلع معانا، واحنا ما عندناش الا نايب لسه. طب اقسم بالله يا استاذ وائل، الحاله مشت من طب ما تخليني بقى احط ايدي على المشكله هنا يا دكتور صالح. بس انت، انا حاسس انك بتعمق. طب اسمعني بس. طب بس، ما انا هسمعك والله. انا حاسس ان انا قدام دكان، فصاحب المحل بيقول انا ما اقدرش اسيبه لما ابني يجي يقعد مكاني، هروح اتغدى واجي. ده مش مستشفى يا دكتور. طيب انت ما بتكلمنيش عن مستشفى، تقول لي ما فيش. بتقول ده، انت بتقول لي في حاله تانية كانت هتيجي. لا ده في حاله. طب ما ممكن يجي لك خمس ست حالات. ويمكن يجي خمس ست حالات. والدكتوره سيده اتصلت بيا، شرحت لها الموقف، قلت لها يا دكتوره يا دكتور انت بتتعامل باستهانه مع رحله موت. والله انا لو مكان اب بنته بتولد بالشكل اللي انت بتقول لي عليه ده. طب بس اسمع بس كده، اسمع يا استاذ وائل، مش رحله موت ولا حاجه، ده دي كلام احنا متعودين عليه. قبلها اقول لك على حاجه، قبلها بذمتك تقبل ان بنتك، بذمتك تقبل ان بنتك تقبل ان بنتك تولد كده؟ يا استاذ وائل الكلام ده هنا هنقول متعودين ايه؟ بس احنا ليه بنتعامل مع الناس على انهم مواطنين من الدرجه الثانيه؟ فمش مهم. اديني فرصه اتكلم، دي مش مسؤوليتي، دي مسؤوليه وزاره الصحه ومسؤوليتي. ايوه هنحط ايدينا هنا بقى. يبقى انا تخليني كده اقول لك انا معاك كده بقى. دي مش مسؤوليتي انا يا استاذ وائل. احنا منتدبين من الاهليه، وبعدين كل تخصص فيه واحد، فيه دكتور بطنه واحد، ودكتور جراحه واحد، ودكتور نساء واحد. يعني ما فيهوش مثلا 10 دكاتره او 15 دكتور او بتاع، ممكن واحد يمشي مع الحاله. ودي كلام احنا متعودين عليه، مش رحله موت ولا حاجه. انا سمعتك وانت بتتكلم، عمرها ما هي رحله موت ولا حاجه. لا دي رحله موت. ولو كان الست حصل لها والله. يا استاذ وائل دي مش رحله موت ولا حاجه، دي حاجه احنا متعودين عليها هنا في الفرافره. يعني قبلها بيوم كان في حادثه على الطريق عند الكيلو 60، اثنين كانوا بي سي، يعني بصوا كونكشن، يعني عندهم ارتجاج. يلا يا جماعه الحالات نقلناها لمستشفى الداخله. يعني انت وظيفتك تنقل مستشفى الداخله 300 كيلو يا دكتور؟ طب انت عارف الناس ممكن تموت. يا استاذ وائل دي اسمع، دي امكانيات المستشفى. يبقى هنا نقعد خلاص بقى. يبقى هنا يا دكتور تقول لي، ما هو كمان يا جماعه عيب قوي وفضيحه ان مستشفى بتخدم ايه المنطقه دي لما يبقى الفرافره دي. ايوه هل فيها مثلا 50 مواطن بيعيشوا بس مثلا؟ لا فيها الوف من البشر ومحتاجين الخدمه، ومحتاجين سي تي، محتاجين اشعه مقطعيه، ومحتاجين جراحات. طيب نقول ده ما الدوله بتصرف. ما انا شايف في فساد، ما انا شايف في ناس بتطلع في رحلات السفر وبدلات السفر، ما انا شايف في فساد بيلتهم. ما نيجي نقول لهم يا جماعه ما فيش اعز ولا اغلى من صحه الناس. طب في مستشفى محتاجة واحد اتنين تلاتة، لانه انت محسسني ان البلد دي عدد سكانها 50 مواطن. لا مش 50، لا الوف. طيب يا استاذ وائل معاك الدكتور محمد اللي هو النايب اللي استقبل الحالة، معاك اهو. ماشي. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام يا دكتور محمد. الله يفرج، الله يبارك فيك يا دكتور محمد. يعني انا اسيب الناس كده واقول له اطلع انت وهكتبك اقرار واطلع انت 300 كيلو مع بنتك، وما عندناش
وما عندناش قيصري وما عندناش ولاده هنا. والله يا فندم ده شيء مؤسف جدا جدا، وانا يعني بكلمهم كتير وزعلان على اللي بيحصل ده جدا، وانا شخصيا مظلوم واول متضررين من اللي بيحصل. وانا مش بقص عليك والله، ما انا عارف الامكانيات، بس نحط ايدينا هنا. انا توصيفي نائب اخصائي انوب عن الاخصائي في حاله وجود الاخصائي، اذا لم يتواجد الاخصائي لا انوب عنه، اذا لم يوجد الاصل هو الاخصائي فلا يصح الفرع اللي هو انا سيادتك. فحضرتك انا مجرد توليد لاي حاله قانونا في حاله عدم وجود اخصائي ده امر اصلا اجاز عليه قانونيا بيبتدي من السجن. طب والاخصائي فين؟ الاخصائي ما فيش لقوه المستشفى، ما فيش قوه اساسيه اخصائي، ومانعين حاليا. ده انت حضرتك انت لسه متخرج يا دكتور؟ لا يا فندم انا سني كبير ومش صغير، وبشتغل في الولادات من زمان، يعني انا فاضل لي 6 شهور واسجل اخصائي حضرتك. طب يعني المستشفى مفيش فيها اخصائي يا جماعه؟ لا اخصائي اساسي مفيش، عايشين على القوافل كاننا لا مؤاخذه يعني قوافل صدقات على القوافل، والقوافل دي مش مستديمه سيادتك. فانا قانونا ممنوع ان انا اقابل اي حاله نساء بحال يعني لو ما تواجدش اخصائي حضرتك، ومع ذلك انا بجازف وبقول لربنا يسترها معايا. يعني حضرتك بعد ما الحاله دي مشت بربع ساعه بالظبط جت حاله اجهاض او ابورشن في الشهر الخامس، وحضرتك خلاص ان افيتا اقول او يعني حتمي لازم هينزل، والعيل ضايل، وحتى لو كان لايف او عايش وهينزل هيموت، لان مفيش 5 شهور بيعيش، وما عندناش اخصائي اطفال عشان يشغل حضانات. حضرتك انا استقبلت الحاله، عملت لها الانتي شوك ميجرز بتاعتها، قلت لها محاليل كتير لان كانت شوكد او الضغط منتهي، وركبت لها كيسين دم وقعدت معها طول الليل، والله ما مشيت الا النهارده. بعدها بكام ساعه جت حاله ثانيه ليبر ولاده، العيل الفيتال الهارت او ضربات القلب بتاعته مفيش، لحقتها يدوبك في ربع ساعه بسرعه، ولدت العيل مفيش فيه اي نفس. بدات اعمل الانعاش بتاعه والماوس ماوس والكاردياك ستيموليشن والشغل بتاعنا لحد ما فاق وبقى كويس. حضرتك اطلع انا بقى مع الحاله دي سيادتك واسيب الحالات اللي بتيجي وراها دي. لا العيب مش عندك يا دكتور، ده دكان بالظبط، انا صاحب الدكان، فمش هينفع يا جماعه اسيب المحل لما يجي ابني. يا فندم انا ما اقدرش، ده انا عندي كمان عياده الصبح على طول، انا كنت 24 ساعه شغال، يعني انا بنام تخطيف ربع ساعه ما بين الحاله والحاله. الله يكون في عونك، انا مش هحملك سياسات صحيه فاشله، مش هحملك سياسات صحيه فاشله. دكتوره سيده مشيني من هنا، دكتوره سيده انا عايش في ستريس وتعبان، انا مش الوضع معايا مش طبيعي. قالت لي معلش يا محمد اتحمل، انا ابعت لك قوافل. قلت لها هتني عايشه القوافل يجي اسبوع او اسبوعين ثلاثه؟ لا القوافل دي يا جماعه يعني بتيجي، انتوا بتفكرونا بعصور التجاره الاولى بالخيل والجمال والقوافل تاتي ما هي حقيقه. طيب. كان احنا في الصحراء فعلا، والقافله سايره يعني وحظها يعني. خلينا اشوف الاستاذ محمد رجب زوج